الخدام ديال السيدوك ديال المحكمة خمسة ديال الصحة وإتحاد الطرف إلى تنفيذ المدايب كندا كتبدا الإجراءات ديال التنفيذ الأولية وذلك عن طريق واحد الإشعار كيصيفطو المكلف إجراء التنفيذ إلى المدة المطلوبة في التنفيذ كيعذرو على أساس باش ينفذ المقتضيات ديال الحكم داخل أجل 10 أيام. فإذا استجب المنفذ عليه هذاك الإشعار فكيقوم بالأداء ديال المستحقات أو تنفيذ ما قضى به. يشوف ذوك الاحداث واللي عليه كذلك انه خاصو يحاكمهم بعقليه ديال قاضي الاحداث ماشي العقليه ديال قاضي الرشداء. لان الحدث هذا كصغير ها يقدر خطرت الحادث تيدير تيدير شي غير واعي ما بينش لي انهم خطيرين بل انه خطر تيدير مع الدفاع تكون لاعب الكره والوداد والرجاء وطلع ليه الدم وصافي وهز شي حاجه وضرب صاحبه محامي ديالك انت درتيه مذنب متهم ضريب يظن انه ارتكب الفعل شي متهم بغى يدير محامي ضروري زعما واش غنقول ليه داكشي بلا بروف ولا غادي يقول ليه زعما غير كذب عليه ولا خاصو دائما دايم ودائما حق الدفاع فصل 300 قرن استراتيجي اي واحد تمسك بحق الدفاع يدير محامي يدافع عليه المحكمة تستجب ليه وبالتالي العلاقه ديال المتهم مع المحامي ديالو خص تكون علاقه ديال حسن نيه علاقه ديال باش يعرف الامور كيفاش يدافع عليها القضيه ديالو يشوف مكامن الضعف فيها ومكامن القوه وكيفاش يتحب ديك الادله اللي جايبه النيابه العامه او جيب السيد وكيل الملك باش يديرها. معهد العش العائلي أساتذة إدارة عاملين تلاميذ نتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية وكل العاملين بهذا الجهاز القضائي بالمدينة. شكرا على فسحهم لنا هذه الفرصة لانفتاح التلاميذ على محيطهم الخارجي. شكرا أيضا لهم على حسن استقبالهم وعلى حسن كرمهم وضيافتهم للتلاميذ. شكرا لسعة صدرهم وتقبلهم جميع الأسئلة من طرف التلاميذ والتجاوب معهم والتفاعل معهم بكل أريحية.
نشكرهم أيضا على معلوماتهم، نشكرهم أيضا على حسن تنظيمهم لهذه الجولة. شكرا أيضا للأستاذة فاطمة التي رافقتنا من بداية الجولة إلى نهايتها. شكرا للهيئة القضائية التي حضرنا لجلسة حول العقار، فكانت صراحة تفاعلهم مع التلاميذ وإجابتهم لجميع الأسئلة في المستوى، فرصة التي فيها المتعلم استفاد أشياء إضافية أضافت له معلومات أخرى عما تعلمه داخل القسم. إذن اسمي أستاذة أمينة مجيد، نائبة مديرة العش العائلي وأستاذة مادة الاجتماعية. شكرا للجميع، شكرا للطاقم التقني الذي رافقنا، شكرا للمصورين، وشكرا للجميع العاملين.